راه الله يرحم ليكم الوالدين الا كانوا شافوا شي حاجه يقولوا لنا ولا دوك الوليدات ولا اي حاجه يديروها لنا باش حنا قلبنا يبرد. قصتنا اليوم هي قصه اختفاء طفلين اسلام وحسام. اسلام وحسام خرجوا البارح مع الربعة ديال العشيه وباقيين ما وصلوش لديورهم حتى لهاد الساعه. معنا الامهات ديالهم باش يعاودوا لكم التفاصيل. ولدي مشى هو ولد لوسي البارح للبحر، مشاو بلا خبارنا، خرجوا مشاو للبحر، حنا ما سقناش اليوم الخبار. تجمعوا مع واحد الولاد ديال الحومه، مشاو هما دابا على حساب الهضره ديال الدراري، حنا مش عارفين شي حاجه اللي مثبوته على الهضره ديال الدراري. قال لك مشاو للبحر عامو، ملي تما طالعين في النص ديال الطريق ولدي وولد لوسي قال لهم غنرجعوا. حنا ديك البحر اللي عمنا فيه راه ما كيعوموا فيه غير الدراري الصغار، حنا غنمشيو لشي بحر اخر نعوموا فيه. قال لك بقاو جايين وكيتفقوا بيناتهم، وصلوا النص ديال الطريق ومشاو ولدي انا وولد لوسي، مشاو ما عرفوهمش فين مشاو، والدراري هما اللي جاو قالوا لنا حنايا داك الخبار. وحنا راه من البارح حنا كنقلبوا، مشينا للبحر، مشينا للسبيطارات، ما خلينا حتى شي بلاصه اللي ما قلبناش فيها، واللي قالوا لنا مشينا قلبنا فيها ما كاينينش بجوجهم. هبطنا للبحر، قالوا لنا الصياده زعما راكو كانوا غرقوا ولا هادي، راه غيسيقوا الناس الخبار. ما عرفناش فين نمشيو، ما قلبنا، مشينا غير البوليس ديكرارينا، درنا الوريقات وداك الشيء، عمرنا مشينا للكوميساريه، قالوا لنا نتوما قلبوا وتا حنا غادي نقلبوا، واللي دارها الله هي اللي كاينه. دابا حنا ما عرفناهمش، واش في البحر، واش داهم شي حد، واش ما عرفناش من البارح، وحنايا ما كننعسوا وما والو، الجيران كيقلبوا وكلشي تيقلب، ما عرفناهمش فين مشاو. انا الولد ديالي عنده 12 عام والولد ديال لوسي عنده 14 عام. يعني ما جاكم حتى خبر لحد الساعه، يعني حد الساعة لا من اي واحد من الاقارب ولا والو؟ حنا زعما في حي شعبي، يعني يكون كانوا هنا كيلعبوا ولا قراب من الزنقه ولا هادي، يقدر اي واحد يحش، كلشي تيقلب كبير وصغير، الزنقه ديالنا كلشي تيقلب، والو الدراري ما كاينينش. البارح حتى الصباح حتى ود الفجر وحنا باقيين تنقلبوا، هبطنا للبحر في هذاك الليل، قلبنا السبيطارات، قلبنا، هاد الدراري ما كاينينش، بحال تحلات الارض بحال تشقات الارض وتخشاو فيها، ما كاينينش هاد الدراري. حنا دابا ما عرفناش شنو واقع لهم، واش مشاو للبحر، واش شدهم شي واحد في الطريق داهم سد عليهم، حنا ما عرفناش. يعني ما جاكم حتى خبر لحد الساعه، يعني حد الساعة لا من اي واحد من الاقارب ولا والو؟ حنا زعما في حي شعبي، يعني يكون كانوا هنا كيلعبوا ولا قراب من الزنقه ولا هادي، يقدر اي واحد يحش، كلشي تيقلب كبير وصغير، الزنقه ديالنا كلشي تيقلب، والو الدراري ما كاينينش. البارح حتى الصباح حتى ود الفجر وحنا باقيين تنقلبوا، هبطنا للبحر في هذاك الليل، قلبنا السبيطارات، قلبنا، هاد الدراري ما كاينينش، بحال تحلات الارض بحال تشقات الارض وتخشاو فيها، ما كاينينش هاد الدراري. حنا دابا ما عرفناش شنو واقع لهم، واش مشاو للبحر، واش شدهم شي واحد في الطريق داهم سد عليهم، حنا ما عرفناش. هاد الوليدات يعني ما كانش عندهم شي عداوه مع شي حد، يعني ما عندهم عداوه كبير ولا صغير؟ ما لا ما عندهم عداوه، ما تي زعما اول مره غيمشيو للبحر هكا، ما كنديوهم حنايا، كان بحال هكا بغاو يلعبوا الكره كتكون في خبارنا، ما الدراري ما ماشي زعما تيلعبوا ولا مولفين تيخرجوا ولا هادي، اول مره تيوقع هاد الشيء. انا الام ديال حسام البارح مع 11 جاو عندو شي دراري لابسين اللبسه ديال الكره، حتى هو يلبس اللبسه ديال الكره، قال لي ماما انا راه غادي نلعب الكره. يعني هما متفقين راه غيمشيو للبحر ولكن مخبيينها. صافي مشى على اساس راه غادي يلعب الكره، قال لي جوج ونص راه غادي نكون في الدار. صافي وصلت الربعه، جاو الدراري سولتهم قلت لهم فينا هو حسام واسلام، قالوا لي راه وصلنا معنا النص ديال الطريق ورجعوا، قالوا لنا حنا راه غاديين عند شي ولد. صافي حتى الدراري اللي كانوا معاهم كل تيقول هضره، ماشي متفقين على هضره وحده. الولد اللي شديت البارح سولت قال لي خالتي راه حقه، راه هو وولد عمو مشاو عند شي دري صاحبه، واليوم مني مشيت عندهم في الصباح قلت لهم راه مشيت للبوليس وهادي، وراه خصكم تقولوا لي فين مشاو. قال لي راه خالتي راه كانوا معانقين، وقال لولد عمو راه هذا البحر اللي عمنا فيه حنايا راه فيه الحد، خصنا حنا نمشيو لشي بحر ما فيهش الحد ونبقاو نتلاحوا منه.
قال لي هادشي اللي سمعته قالوا مشى هو وياه. هو البحر دابا حنا مشينا للبحر كاينين الصياده كاينين كلشي. قال لك زعما كون كان غرق راه ضروري الخبر غتسمي، يعني ماشي واحد راهم جوج. كون كان غرق راه الخبر غيشوفوا شي حد ولا الخبر يعني لهاد الغريق. قال لك زعما خليه هو الاخر. قال لك الا يكون شي حد داهم ولا مشاو لشي بلاصه هما مولفينش كيباتوا في الزنقه اول مره، ما عمرهم باتوا برا على الدار. كنتمنى اللي شافهم ولا تعرف عليهم يتصل بينا، حنايا راه كنسكنوا في حي الرحمه حدا السوبر. خوتي المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، يتعاطفوا معنا راه تاهم وليداتهم اللي شافهم ولا اللي عندهم عليهم شي خبار ولا ديك الصياده اللي في البحر اللي ما تيبغيوش يقولوا ما تيبغيوش كيخبغوا يخافوا على راسهم ومن سير واجي. الله يرحم لهم الوالدين يتعاطفوا معنا. راه حنا هي حالتنا حاله البارح في الزنقه، اليوم في الزنقه لا ماكله لا شراب، وليداتنا الاخرين مشتينهم. راه الله يرحم لكم الوالدين الا كانوا شافوا شي حاجه يقولوا لنا ولا دوك الوليدات ولا اي حاجه يديروها لنا باش حنا قلبنا يبرد. مشاهدينا كيف ما سمعتوا هاد القصه ديال اليوم ممكن توقع لاي واحد فينا، وحنا المغاربه معروف علينا التضامن واننا كنعاونوا بعضياتنا في وقت الشده. اليوم ام اسلام وام حسام محتاجين اننا نعاونوهم، فالله يخليكم بارطاجيو الفيديو والتصاور ديال هاد الوليدات لعل وعسى شي واحد يشوفهم يتصل بالمنبر ديالنا اولا بالامهات ديالهم. شكرا لكم.